نام 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 اوه باعوا ايش صاير بي جيب 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 لا 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 وربي عبالي قعد من النوم خلونا نجرب هاي نشوف هل هو نفس الفيروكس هل هذا البافون فيروكس اقوى من الفيروكس سيلستيال فيروكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم حبايب قلبي ان شاء الله طيبين رجعت وياكم فيديو جديد وبحلقة جديدة من ارك برايم الفير قبل لا نبدا خلونا نصلي على الحبيب محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسون حبايب قلبي لايك واشتراك ادعمونا بهاي السلسلة ما باقينا شيء على 10000 ويلا ليتس جو اوكي يبي بلشنا يا ولد آه طبعا بداية بداية وبالنسبة الواحد كاتب انه هاي على مود الجرافكس وها تصور بالليل اوكي انا يعني ما صور بالليل بعدين تقول حاول تجيب كارتشاشة شاشه على مود يكون الجرافكس احسن تقدر تاخذ لي كارت شاشه انت بما انه حتى الاسعار مال الكارت شاشه اسعار الكروت صعدت وهاي تقدر تاخذ لي انت كارتشاشة من يمك يعني هي من سهله من يمك هيك قبل تقول جيب كارتشاشة شاشه في شيء سهل مثلا اوكي تراني ضابط ال شو اسمه الجرافكس وجدا مضبوطه بالنسبه لي جدا مضبوطه وبها سلاسه مرات تصير لاق اني غباء مني انسى التسجيل اعدادات التسجيل أنساب بشكل عالي هذا غلط مني ما شفت احد كاتب على على هذا الشيء فقط هذا الشخص صد. انت فقط كاتب يعني على مال شنو مثلا ميت واحد ما يقولون هذا الملاحظه هاي انت شفت هاي الملاحظه اوكي ما اريد اطول بهالموضوع اني. بالنسبة شيء دائما انسى اقول لكم اياه هو هي بيوض الريبر. اللي راح اسويه مو بهذا الفيديو اللي راح ينزل. الفيديو اللي بعده اول أه 20 شخص يعلقون هاي البيوض نشوف كم بيضة اكو؟ كم عدنا راح نسوي جيش مكون من 40 ريبر. حلو؟ و 40 شخص المتفاعلين اول ما شو اسمه اوه وين الهاتشري لحظه اللي متفاعلين أك... ياب, الهاتشري ما موجود المتفاعلين اكثر شيء راح ازوج بعد متفاعلين اكثر شيء اكو بعد يمكن بالسول بالسول تيرمينال ياب بعد عندي راح نخلي أسمائهم على الريبرز ونسوي جيش منه ونحارب به نشوف شنو يفيد نحارب به ياب موجودين هنا يابا <applause> هنا همينا عندنا ريبر اوكي هاي شغله الشغله الثانيه اليوم ها آه. اكو تكتبون روض فلان شي ترى <applause> خلص السلسله روض ترى <applause> ما خلصان السلسله يا ولد مو معناه تاني بالحلقه 30 راح انهي السلسله لا اذا ما اجرب كل المخلوقات مال برايم الفير ما راح انهي السلسله او اليوم راح يكون ترويض سيليستيال سيليستيال راح نروض الفيروكس اليوم نحاول نروض سيليستيال فيروكس على مود حلقة جاية نطور وراح نحارب حلقة جاية راح نطور اللي هو ال شو اسمه سيليستيال والديمونيك اللي نريد نسويه اليوم نجيب الفيروكس نشوف قوة الفيروكس شنو هو فأول شي نحتاجه ندور على فيروكس معدل سيليستيال فيروكس كل شي راح يتروض يا ولد كل شي راح يتروض ما راح أخلي شي يعني ولكن آه شوي شوي اذا نجربهم سيليستيال فيروكس ليفل 306 ما اريد هذا الليفل فاللي راح اسويه هسه راح اسوي ديستروي والداينوز داينوز وانتظر بلكي رسبن لي واحد قوي لانه اذا اروح اقتل هذا ما راح يراسبن اوكي آه شباب مثل ما شايفين بال منو الد... من هيلا هذا قليل اه ديمونك ثورني مثل ما شايفين فوق الاشاره سيليستيال الفيروكس. رسبن وليفل ايش قد؟ 580 شد ليفل عالي ليفل قريب الماكس ما ادري يعني الماكس ليفل ايش قد صايره عدل عاليه والله المهم انا كنت قبل مخلي ليفل ماكس ليفل 600 فهسه شويه خربطه صاير ما اعرف يرسبن عندي ليفل 600 ومدري ايش قد ليفل 600 ليفل بس هالفتره ما جاي راسبن عندي ليفل 600 ليفل 580 راسبن وليش لا الروضة آه بس يراد لنا كيبلز ناخذ ويانا سته خلو ناخذ يا ولد احتياطا راح اسوي سته كيبلز او خمسه ليش شنو ما عدنا عندنا شي نقص شوفوا اشتغلت على السولز البارحه بشكل مو طبيعي شوفوا 45 ديمونيك سول ديم ما خليت ما خليت ديمونيك ما جلدته زين السلاستيال سول 22 سلاستيال سول شق جلد هذا عندنا واحد من هنا, هنا. وجيب هذا البرايمال همينه يس. يس 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 اوكي عندنا شو اسمه تمام هسه لحظه ارد اشوف ليش مو بعد واحد اه فايبر <applause> فأنا فايبر تقول لي ما يصير هسه يطلع يريد من عندنا ثلاثه كيبلز يا ولد ولا عادي يعني احنا نستفاد من الكيبلز امور ثانيه همينه يعني مو بس اوكي يعني ليش رايح هيجي وين اللي شو اسمه مالنا بالله الفيذر لايت آه الفيذر لايت وينه اه صدق جوه خلوا الاجواء تتعدل والروح لانه حتى لا تضوجون من الاجواء هاي ها شنو هذا البريمال نقدر نجلده هيك اي راو فش هذا ميت هنا قتلناه نايس المهم حصلنا منه البلود اوكي قدام هو المفروض انه انزل يب لازم انزل لانه ما اقدر اشيل السلاح تدرون ان جريفن سلم ودع اوه ايش عندنا هنا؟ الفا دودوريكس ايش عندنا هنا؟ ابيكس دودوريكس اوكل اوه ماي جاد بعدنا ما جايين بعدنا تونا بعدنا تونة تونا بعدنا حتى ما مسلمين عليه السلام عليكم هم زين خليت الفيذر لايت <applause> بالسول هم زين اثاري ديمونك ابو ببو همينه موجود هناك ابو البوب ديمونك ابو البوب همينه هناك والله بلوه يلا كان بلعنه يا ولد والله كان بلعنه لحظه باور اب منو سوى باور اب اكو سيليستيال هنا الله ما ادري صوت سلستيال سوى باور اب ما اعرف شنو الموضوع لحظة شنو هذا؟ هذا السلحفات الكبير العملاق مال الجينيسيس بس شوفوا شنو عنده هنا مدافع واو سبيشال كيبل ثلاثة يا <applause> ولد قولوا لي شنو هذا شنو قوته جيبه بس والله شكله اسطوري يا ولد شلون ال شو اسمه كابتن بلاك بلدر او والله فكره ترسم تخلي تروض هذا وتخلي كابتن بلاك بلدر فوقه دام يصير الشكل اسطوري ورب اسطوري يصير شكله ها؟ شوف هاي هيانه قلت بس لا هو مين ميت او باعوا هيله باعوا هيله والله لا روضك هسه لا 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 مو وقته مو وقته جت بي شفتوا الايم شفتوا اصلا شمرت شو اسمه وما اهتميت ما با وعد شفتوا الايم انتو انتو شفتوا الايم هذا الايم الاسطوري ايه ايه بلا اوكي راح ينام راح ينام ثلاثة مليون وصل التوربر راح يوصل اربعة راح يوصل اربعة اوكي يلا نام 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 يا ولد نام نام يا ولد نام 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 اوه باعه ايش صاير بي جيب 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 لا 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 وربي عبالي قاعد من النوم لا يانيس لا يانيس شنو هالحركات الفاشله منك انطيله مال هيلث على مود ينزل التوربر دام غير خوفني والله شكله اسطوري يا ولد ولو خوفنا هذا النيس جيب الكيبلز تاري يريد اربعه كيبلز خلونا نرجع للبيت ونحضر له حبشكلات ولا واحنا عندنا حبشكلات بس نريد نرجع للبيت ونحضر له حبشكلات بوسز مثلا اوريجين على امبرر على ما ادري شنو نشوف كم اوريجين نقدر الرسبن اوكي عندنا اوميجا هنا جيب حبيبي جيب بس نريد ناخذ من عنده شو يعني يا ولد البلود تنزل هنا تعالي الفيروكس لا مو فالن ديمونك شو اسمه هذا نزل هنا يا دي المجموعة اللي عندنا سلاستيا الفيروكس اوكي اوكي زين سؤال هل هذا اذا يهجم الوحدة نفس الدمج راح ينطي مثل شو اسمه بافون فيروكس لو هذا الفيروكس غير يعني ما يحسب مثل ذاك تعال احنا ليش فاتحين هنا هي. نجي هنا ننطي له ماكس بوشن اول شيء ونسوي له هاي الشغلات اوكي ابلع داينو تراكر وابلع هذا هسا خلينا نسوي ماكس دمج دام اوكي وصل ماكس دامج ولكن انا ما ادري ليش انسى انه اجربه بدون الماكس دامج وصل الماكس دامج ماله جيد 130 الف بالمية هذا راح يصير شي اوه ماي جاد اه والله اتوقع راح يصير شي كلش قوي خلينا نشوف الهيل ماله اشقد راح يوصل اوكي هيل وصل تقريبا 92 مليون يعني اذا ننطيله الجروب بيست راح يوصل يعني يوصل فوق ال 100 مليون خلي الجروب بيست خليه هنايا حلو هسه راح نسوي لنا كم اوريجن هيجي كم اوريجن يعني كشمر عليهم جيب ريكس لحظه احنا ايش عندنا ايش نحتاج احنا هنايا هنايا نحتاج ار جي كارنو الدب اه بس الريكس والسباينو ما نحتاجه واني هسه توني سويت لي ريكس سوي لنا بطريق سوي لنا دب اه برايمال بلود مو هنا اني كاتل برايمال وينه؟ لي برايمال وين البلود مالته يم الفيذر لايت؟ <applause> <applause> شوفوا مو قلت لكم انا نحتاج البلود نحتاج البرايمال بلود وينه هاي ترى فرمته ماكو هيك ترى فرمته والله فرمته بالشنو اي بالفذر لا هسه جيب دوله اوكي جيب دوله هسه بدربنا نروح لنا على برايمال فتشي من نام هناك اوكي ما يقدر <applause> يعبر شو يبي تشارج ما جتي 2 مليون ما تجي من تسوي تشارج وتجي له هيك 3 مليون آه شنو هذا مو كان 5 مليون 5 مليون شنو السالفه اوكي خلونا نجرب هاي الضربه اه هنايا اثنين مليون و 700 تقريبا ثلاثه مليون قول حرف الاكس اوكي اوكي هو هذا اللي نحكي عليه هو هذا اللي نحكي عليه سي اه فاير بريث كنترول ماكو ار ماكو هاي الضربه اكو اوكي اللي راح نسوي هسه شنو هو باور اب اوكي هسه نجرب الضربه على ديناصور ما عنده ريزيست مثل هذا الكنغر 4 مليون 400 مو كان 500 مو كان 5 مليون اوكي

لحظة لحظة نجي مننا هسه نضرب الطابة هيك نضرب له اله ما جاي ينطي له شو اسمه يا ولد شو نجرب النار بالله اوكي قوي النار ولكن مو بذاك القوة مو بذاك القوة اريد اجرب الكرة هاي اضربها هاي هاي القنبلة اريد تجي بي تجي بي اريد ايش صار بي؟ صار بي شي هي لا لا والله يا ولد بيض لحد الان بيض يا ولد صراحة يعني دمج واحد جاي يجيله ومن يكون بنص الهوسه هاي اريده شلون الديمونيك ما يصير بيه مثل الديمونيك يظل يتدمج ما يصير بيه مثل الديمونيك من يضرب له مثلا نار هنايا آه, يضل يظل يتدمج بيه يلا هسه شنو شوفوا مدى يجي له اسمه هواي فالي راح اسوي انسحب انسحب انزل

اوكي تعال منا مو كان ليش ما يجي والله راح يخبلني اوكي خلينا نجرب الاكس ما تجي بي 900 900 مليون صار النار النار صار مليون بس اريد اجرب الضربة هاي هسه وخر تعال ابلع لا ما اجت تعال ابلع هسه ابلع 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 ما تجي والله راح اتقبل ديش شلون اجتي وزنية وزنية الشغلة الشغلة وزنية تايمينغ غلط بالتايم أطول محاربة أطول وقت لمحاربة أوريجن ابلع ايش قد؟ 25 مليون هي تجي الضربة قوية بس على حسب التشارج اللي أنت مسويه قوة الضربة هاي على حسب السرعة اللي أنت جايبين شوفوا يراد <applause> توزنها <applause> ما تجيبي اوكي هو التاثير شيء جبار القنبله ولكن ما ما تجيبي <applause> ما تجيبي ابلع الله شوفوا رغم انه هيلا قليل ما ما سواله شي ستة مليون يدمج يا سبعة خلي يسوي تشارج للدمج ماله تشارج 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 يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو 42 مليون شفتوا؟ 42 مليون اتوقع هذا اقصى شيء يوصله زين خلونا شغله نسوي لحظه لحظه خلونا نجرب شغله خلونا نجرب هاي نشوف هل هو نفس الفيروكس دمجه يوصل نفس الفيروكس ما جاله دمج شنو اللي صار شفتو يا ولد من ال 300 مليون نزل 100 مليون قبل يعني دمجه تقريبا 200 مليون خلونا نساعده من هنا اجلد كفو بطل عاش أي لا على كيفك كافي <applause> كافي <applause> كافي <applause> كافي <applause> كافي انطاله دمج قوي ولكن مو مثل الفيروكس شو اسمه البافون فيروكس عمي فيروكس <applause> وين؟ وين وين ذاك اوكي شباب مثل ما انتم شايفين جبت لي بافون فيروكس ليفل خمسمية رحت لقيته وجبته لفلته يعني الهيله يلا الهيل عنده وصل اوكي لحظه بس نشيل الكي اوكي اجوا شوفوا الضربة العادية مالته يلا وصلت نص مليون بينما هذاك لفلناه وعنده عنده باور اب وعنده كل شي يوصل 5 مليون 8 مليون يوصل الضربة العادية مالته والهيل عنده وصل 53 مليون هذاك وصل 111 مليون هل هذا البافون فيروكس اقوى من الفيروكس سيلستيال فيروكس راح نجرب عندنا البطريق قدامنا هسه راح ننزله ليتس جو اوكي 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 قاموا يهجمون علينا من كل صوب من كل حلب وصوب راح ادري ادري راح نخلي اخلي هو يهجم عليه ادري 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 هذا الشيء بس ثواني انه هاي من تسوي تشارج بي وتجي تضرب الضربه مالته يلا يوصل 4 مليون الضربه بينما هذاك هو الردي الضربه مالته واصل ايش قد 8 مليون ما يصير يلا خلنا نضربه ضربة ال اسمه الاكس شوف اوكي شوفوا 15 مليون جاب على ذاك وهذا هيلا بعد بعده هسه اللي راح نسوي شنو خلي نقتل هذا يلا وصل مليون خلو نبتعد نبتعد ايش قد ما نقدر واي 331 مليون شد لا يا ولد مستحيل هذا هذا مستحيل ليش انا ليش لحظه لحظه ليش نزلت انا لحظه ليش نزلنا عندنا عندنا كوما شغل احنا عندنا كوما شغل جيب هذوله جيب جيب كارنو وجيب الدوب هسه اللي نسويه نقول له ستة ونقول له سبعة نقول ستة وسبعة هاي ليش ما ينزلون ها بالجو ما ما اقدر نقول له واي اهجم دام 331 مليون ضربة واحدة خلص عليهم ضربة واحدة <متحدث> خلص عليهم والله اسطوري وربي اسطوري هذا الديناصور اسطوري ما ادري ليش ما جاي استخدمه يا ولد اوه ماي جاد اسطوري هذا يا ولد لا 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 مستحيل يراد نسوي جيش منه يراد نسوي جيش منه وننزل النوبة وندزه على النوبة ونقول للنوبة ابلع دم هيه 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 وربي يا ولد اسطوري هذا لا مستحيل يعني لا شنو السالفه شنو السالفه شنو هالدمج هذا ولك كشمار، انت والباور اب مالك وبالك عني ونطورك لا ما راح اطورك ولي ولي ما راح اطورك عصب عصب ايه عصب 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 لا يا ولد اسطوري فيب يا ولد هنا وصلت وياكم نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استمتعتوا ويا اتمنى يكون الحلقه عجبتكم ان شاء الله الحلقه الجايه راح نطور نبدا تطويرات نجيب لنا شو اسمه لازم كان لازم نقاتل نوفا والله يا ولد تدرون اه هنا ديمونك عندنا ما ادري يصير نسوي النوفا نشوف هل الفيروكس يسوي شيء او لا لا خلوا الحلقة الجاية الحلقة الجاية راح نقاتل نوفا بشنو بالفيروكس اوكي وانتو قرروا وانتو قولوا من يمكم هل الفيروكس يقدر يقاتل اذا قدر يقتل النوفا بسرعة راح نرسبن الرسب... له آ... البيكون ويقاتل البيكون همينه نشوف راح يجيب لي فد اثنين وياه مساعدين ثلاثة هيجي يعني نسوي له جيش ونشوف وش راح يسوون اذا متشوقين كتبوا لي فيا يا ولد لهنا وصلت لكم. نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استمتعتوا اتمنى يكون الحلقه عجبتكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسون اللايك والاشتراك اشوفكم بالحلقه الجايه مع الف سلامه